في سنة 81 احتفل لاعبو ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني على أرض الملعب بعد ما وصل لهم نبأ كاذب بخسارة ريال سوسيداد في نفس التوقيت. بعد لحظات اكتشف اللاعبين حقيقة إن سوسيداد اتعادل مخسرش، عشان تتحول الأفراح الجنونية إلى حزن ودموع. موقف بيوضح لنا إزاي الإنترنت ممكن يجنب فريقك مواقف محرجة. الإنترنت أعظم اختراع في التاريخ، بنحتاجه في البيت، في الشغل، في الشارع، وأكيد في ملعب كورة. الإنترنت مهم بشكل مباشر لعناصر اللعبة الثلاثة: الجمهور، الإعلام، والفريق. استعمال الجمهور للإنترنت في الملعب غير محدود، يقدر يتابع نتائج الماتشات التانية، يعرف مناطق الازدحام المروري قبل الخروج من الملعب، ويقدر يعرف الأخبار أول بأول في حالات الطوارئ والسلامة العامة. في التنظيم الإفريقي الأخير على أرض مصر من 13 سنة ما كانش فيه سوشيال ميديا، حالياً بقت السوشيال ميديا عامل أساسي في نجاح البطولة والترويج ليها. أما الإعلامي فيعتبر أكثر العناصر احتياجاً للإنترنت عشان يتواصل مع المؤسسة اللي هو شغال فيها ويبعت لهم التحديثات أول بأول، سواء كان مصور أو صحفي أو معلق على المباراة. ولو أنت مدرب فهتحتاج إحصائيات بشكل مستمر لأداء اللاعبين في الملعب. وأخيراً مهم تكون طاقة الإنترنت في الملعب تستوعب الأعداد الكبيرة عشان ما يبقاش زي قلته، ومهم إن يكون بيغطي كل أرجاء الملعب مش المقصورة بس، مع ضرورة التغلب على عوامل التشويش في المباريات الكبيرة.